وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة النائب جميلة سلمان عضو مجلس الشورى. مساء الخير سعادة النائب. ونعم بداية يعني كيف تقرأين النجاحات التي حققتها التجربة البرلمانية في البحرين وفق مشروع جلالة الملك الإصلاحي؟ طبعا احنا في هاي الفترة امام تجربة برلمانية ناجحة، وهي حين التجربة انا اعتبرها الخامسة. وطبعا ان هاي يعني هاي التجربة وما تمر فيه والمشاركة الكبيرة من المواطنين وإصرارهم على يعني ممارسة حقهم السياسي في سواء في الانتخاب أو الترشيح، هاي دليل على أن تجربة مملكة البحرين مستمرة وتمشي بخطى واثقة، بالإضافة أن تلقى رعاية واهتمام كبير من جلالة الملك عندما دعا بأمر الملك السامي المواطنين للانتخاب. نعم. فهناك إصرار وعزم على أن إحنا سواء من المواطنين أو القيادة بأن إحنا نرتقي بهذه التجربة في المجال الديمقراطي. نعم، اليوم الشارع البحريني يترقب حقيقة الاستحقاق الانتخابي ليضع اللابنة الأخيرة لهذا العرس الديمقراطي وفق ضمانات عديدة حفظها له الدستور. يعني ما أهمية الضمانات وكيف تسهم في نجاح الانتخابات؟ طبعا الضمانات، هاي الضمانات يعني نص عليها دستور مملكة البحرين، بالإضافة إلى ميثاق العمل الوطني والتشريعات المساندة لنجاح هذه التجربة السياسية. وهذه الضمانات لا شك أن هي مهمة، بحيث أن هي تهيئ الأرضية السليمة لضمان يعني المشاركة، يعني لضمان ممارسة المواطنين يعني بكل فئاتهم سواء امرأة أو رجل في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى يعني تحقق إلى سلامة الانتخابات وحياديتها. فهذه الضمانات الحمد لله يعني متوفرة، بالإضافة أن الجهات المعنية قاعدة توفر كل وتسخر كل الإمكانيات، ونحن نرى يعني من خلال المتابعة الإعلامية بأن هناك يعني استعدادات كبيرة لاستقبال هذا العرس الديمقراطي، بالإضافة إلى يعني من قبل الجهات المعنية، بالإضافة إلى الحماس اللي قاعدين نشوفه يعني في الشارع سواء من المواطنين أو المرشحين أو الناخبين. نعم سعادة جميلة سلمان عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.